استكشفوا زاوية زاوية، منطقة منطقة. بس هلا خلوني يجيبوا لي السيارة كرمال نكمل. لك ها رح نطلع. هاي وين الكرت؟ كرت السيارة أنا وين حطيته؟ عليك الله فريقها. بتعرفوا بحس المكان هون المسا بيطلع كتير حلو بجنن. شيل قلبكم أنا على التعليقات الحلوة، يعني ودي هلا طلع كل تعليقاتكم وأنا منور البحرين بوجودكم أنتو. تخيل روحكم إيه، بس يصح لي وقت أكيد أكيد حطلع التعليقات. بس رجعنا فتنا لجوا لبين ما تيجي السيارة، لأنه صراحة توقعت يعني الموضوع أسرع من هيك، بس يمكن البارك بعيد شوي غريب ما بعرف. فا مشان هيك نضلنا مبوردين، فمستنى جوا. بس اجت السيارة على ما اظن، اجت السيارة. خليني ليش كتير، وانا يعني دول شيء مستعجلة لانه ليكو انا وسيسي بدنا نروح على البحر كتير حلو، وانتو قلتوا لي روحوا عليه، بس الفكرة نحنا بدنا نلحق الغروب مع العتمة بنفس الوقت، بس خايفة اني ما لحق الغروب فبصير ما حلو على العتمة، يعني بطل نشوف شيء. فانا بدي اياه يعني بهذا الجو وتعتم، يعني انه اوكي ممكن اذا لحقنا من هون ربع ساعة الجو حلو، ما لحقنا فرح اجرنا لبكره، يعني مثل هذا الوقت، بس ان شاء الله نلحق، لانه اول شيء خربطت، رحنا على طريق فطلع مسكر، فعدلت على ما اظن نفسه يلي حاطه بالي بدي اروح عليه. وسيدة كمان كانت مشغوله انه بركي بتدور لنا شيء، بس بالاخر انا لقيت، يعني انا بدي لاقي وانا اللي بدي اسوق وانا بدي استلم كل شيء، وهي ما تعمل شيء، يعني عندها درايفر وعندها دليل سياحي. لك اهلين بالنحله، لك استقتلك انا. استقتلك. انا تقريبا 6 دقائق لنوصل، بس بصراحه ما رح نلحق اليوم، بس عادي انا رايحه على الحالتين كرمال اعرف المكان 100% لبكره، وبكره يعني بنعرف تمام انه وقت بنطلع، يعني بكون خلص عندنا خبره بالموضوع. ايوه بكون استكشفنا لليوم مشان اجله لبكره، لانه كتير حابه اطلع هيك وبحر وبجوا. حتى قالوا لي انه يعني بلفين اماكن حلوه، بس هلا فيكم تقولوا يعني لبين ما اوصل واطلع تكون عتمت، فما حلو بالليل. انا بدي مثل ما قلت لكم غروب وشوي يصير ليل، بس رايحه على الحالتين. اوكي احلى شيء انا كنت مارقه، هلا شايف هذاك الصف كله؟ ايه يعني وصلنا انا وسيسي على المكان، طبعا تعرفنا على بنوتات ما بنخاف علينا لو سيدرا شو. بس خليني احكي لك شغله، بس ممكن توقفي؟ يا سلام شوفوا لي جمال المكان. طبعا سيدرا عم بتقول لي اسراء كمان كثير حلو اذا بنطلع هلا بالبوت، لانه اجواء واو واو. حبيت. اخذنا تيكتات الي ولسيدة. ثانك يو. يا اوكي ثانك يو. بس القارب بده يجي بعد 10 دقائق. اوكي جايين. والبنات اللي تعرفنا عليهم فاتوا على الكوفي. تعال تعالوا. اوكي. فحنستنى شكلنا هون لبين ما يجي البوت، بما انه بده 10 دقائق ليجي. بس والله بدي اخذ لي كوفي. هيك ايس لاتيه بارد. فكرة حلوة. فكرة ولا مو فكرة؟ Give me one ice latte.
لاتا بليز. ايس لاتي؟ يس. هيك بشي برد على قلبي. طلع معي على البوت. اجواء هيك بحريه ليليه. طبعا سيدي العالم البنات اللي تعرفنا عليهم هن اللي قصروا يطلعوا هلا، انا كان بدي بكره بالنهار بس قلت سيدي عادي بنرجع بنطلع بالنهار، بنشوف الاجواء هيك وهيك. الله، وهي الايس لاتي تبعي صارت جاهزه والله بارده جنن. لازم اعملها هاي الحركه شوي. انا بعذب الواحد كيف وشلون ما بعرف، بس كانت مره انا ترى بدي اياها سويت يعني كون دلع، فهمتوا؟ مو كثير مره، لانه الدلع بده دلع. يلا سيسي تعالي نلحق لانه اجى البوت مشان ناخذ اماكن. المفروض من وين نفوت نحن؟ من هنيك. على فكره البوت معبى معبى يعني فل، يعني مو بس انا وسيدة طالعين فيه. شو نيكست تايم شوفي. خلوني واقف هون انا وسيسي قال 1 مينيت، يعني شو ما في مكان. خلص البوت خلاص، حنستنى 10 دقائق ثانية. نحن لأنه كنا بالكوفي جوا تمام، فما توقعت إنه يخلص يعني. بليز يعني بليز بدي آخذ دورتي. شكله والله ممكن نستنى مرة ثانية الدور الثاني لأنه شكله فول. اكسكيوز مي اتس فول. اوف حظي وبعرفه عم بيقول لي فيكي تستني بالكافو شوب 15 دقيقة. اوكي يلا امشي. اوكي فبعد 15 دقيقة ما بغير رأيي، بطلت انا اطلع اليوم، بطلت لأنه شايفين كله فول يعني معجوق. والله انه المكان هون خيال خيال. حبيت حبيت لو بلوطنيت يا ريت عمري ما هون. بس والله تعرفوا شو، انا شوي ثانية حسيت حالي بالصعوبة. اخيرا واخيرا اجى دورنا، بس بصراحة انبسطت لانه البوت كبير تمام، وحنكون نحن بس الاربعة بالبوت، فما رح يكون معنا ناس كثير، فبنعمل اجواءنا حركات. فتوفقنا يعني انه انتظرنا 10 دقايق توفقنا عادي بوقت الايس لاتي. كان بدك لحالك؟ كان بدي انه نطلع لحالنا وصار لحالنا. احنا بس اربع بنات هلا بالبوت. يا عيون محتالة لحالك ولا بنت بيطلع. يلا تعي تعي. بقيان حدا بده يطلع؟ انا عم نستنى بس الركاب ليزي. ليتس جو. اوه شايفين هي سي سي وهذا البوت. وقفت وقفي. ايه هي بس إلنا لحالنا. بدنا نلبس الفيست. يلبسني الفيست وانا ما بدي البس الفيست. الدور لك اظن صار شيء ما تاكل هم. انا بعرف بس بعرف اسمع. قال لا هي القوانين. قلت له لا انا ما راح امشي، ما راح البس الفيست. الله هلا هلا بنشغل راشد. طبعا البنات كلياتهم بدهم راشد الماجد. راشد اسمه راشد الماجد. الماجد سيدرا هيك يعني حابه ويلي ويلي بلا هلا بحطوا لك هلا بيرقموا لك. المهم يا بليز كان وي جو ناو بليز. هذا كول بدنا نركب فيه. بدي ايوه كثير حلو. شوفي شوفي هلا انا شو راح اعمل. بدي سوق، حسوق انا فيهم. اوكي
اليوم معاكم الكابتن اسراء. اسراء هلا الكابتن بصير بنت صبي عادي يعني كابتنة كابتنة الكابتنة اسراء. بس شو اعمل هلا انا بس انا مزول تعالوا يا الله انا كابتن بوت ما بعرفكم فكيف اذا بدي يصير كابتن طيانة شوفي عنا لا 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 والله ما ادري والله ما مثلي مثلك انا ما عم بستكشف انا مثلي مثلك يعني احنا حاليا كلياتنا عم نستكشف كلياتنا عم نستكشف متعرفين عليهم كمان جايين سياحه فعم نستكشف كلياتنا مع بعضنا يلا حطوا الاحزمه البسوا الفيستات فيستات فيست ليكوا الخارطه خريطه رفعت شعراتي هيك نقلت احسن وحسيت برطوبه اكثر حسيت بهواء اكثر نسم علي الهوى اكثر لما رفعت بين الهوى يلا هلا فينا نمشي شايفين مشيت اللي براسي وما لبست البيست لانه هن حاطين البيستات هون احلى مشان نعمل اجواء لحالنا يا من حظي من حظي انا يس يا سلام مشي مليانة حب مليانة